والمراد أيها المباركون أن الإنسان يتدبر القرآن فيفقه فيه ما ينفعه في حياته ويدله على رضوان ربه تبارك وتعالى على كل حال. قال الله تبارك وتعالى في حق الصديق يوسف: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. من القائل؟ إخوة يوسف. من إخوة يوسف؟ أبناء يعقوب. من يعقوب؟ نبي أثنى الله جل وعلا عليه، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ربنا يقول مع ذلك قال الأبناء لأبيهم: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. إذن لا يوجد منافاة في الشرع أن يلعب الصبية وأن يرتع وأن تذهب الفتاة وقتا تكشف فيه عن نفسها تطاول الأيام، أو أن يكون للفتى أقران يأخذ معهم ويعطي ويتبادل معهم أطايب الحديث. إذا كان أبناء الأنبياء يرتعون ويلعبون من غير نكير، فإن يعقوب لم ينكر على أبنائه أن يذهبوا ويرتعوا ويلعبوا، إنما أنكر عليهم أو خاف منهم أن يصل أذى ليوسف، لكنه أذن أن يرتعوا ويلعبوا وقبل في آخر المطاف أن يذهب يوسف معه، لكنهم وقع منهم المكر والكيد بأخيهم. لكن القضية قضية أن الإنسان لابد أن يفقه الدين حقا، وأن كل شيء له لباس، ولا يحصل خلط الأشياء، فلا يحصل أن يرقى الإمام منبرا أو يقف بعد الصلاة في محراب ثم يحدث الناس بطرائف ويقول إن رسول الله ضحك. نعم ضحك رسول الله، لكن أين ضحك؟ بكى رسول الله، لكن متى وأين بكى؟ صلى رسول الله، لكن متى وأين؟ لا بد أن يفقه الدين عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي أحد لم يملك من العلم آلته ثم يأتي للناس فيحدثهم وقد جمع أخلاطا كحاطب ليل، هذا يضر العباد ويجعلهم في مهلكة ولبس في دينهم. وحري بالمؤمن أن يفقه عن الله كلامه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم سنة